يعتقد أن حمى إيبولا تأتي من مناطق الغابات مثل هذا ناقلة الأمراض التي تعيش في الحيوانات إلى الإنسان، وهذا مخيف للغاية لأن الإيبولا قاتل سريع وحشي دموي وفتاك، فتسعة من عشرة مصابين يموتون بسبب هذه الحمى. تبدأ عوارض المرض بالظهور من يومين إلى 21 يوما بعد تعرض الشخص للفيروس، وخلال فترة الحضانة هذا بإمكان حامل الفيروس السفر إلى خارج البلاد أو التنقل داخلها، ولكن لا يمكنه نشر الفيروس إلا إذا تحولت العوارض إلى مرض فعلي عندما ينتشر في سوائل الجسم ليسهل عملية انتشاره. وعندما يصاب الشخص بهذا المرض لا يمكنه الحراك أو السفر، ولكن بإمكان الشخص نشر الفيروس بعد شفائه منه بستة أسابيع. العوارض أشبه بالإنفلونزا مثل الصداع والحمى والإجهاد، يضاف إليها لاحقا الإسهال والقيء الشديد، لكن أخطر العوارض هو النزيف الدائم، فعندما يمرض الشخص يتوقف تخثر الدم، والأخطر عندما يصبح النزيف داخليا مما يؤدي إلى الموت. من الصعب جدا امتحان ما إذا كان الشخص حاملا للفيروس أم لا، ولذلك في بداية انتشار المرض لا يعلم الناس ما الذي يحدث. وهذا رقم مهم جدا، 42. الـ42 يوما هي فترتان من الحضانة، وإذا اكتمل اليوم 42 من دون ظهور حالات جديدة فهذا يعني نهاية فترة انتشار المرض. Time to pack it up. Dr. Sanjay Gupta, CNN, Conakry.